كيف يربي القادة أبناءهم؟ كتب الأب المؤسس لابنه يوماً رسالة: وفي أمر أسرتك اجعل كبيرهم والداً وأوسطهم أخاً وصغيرهم ولداً، وهن نفسك لرضاهم وامح زلتهم وأقل عثرتهم وانصح لهم واقض لوازمهم بقدر إمكانك. فإذا فهمت وصيتي هذه ولازمت الصدق والإخلاص في العمل فأبشر بالخير. على أساس الأسرة بني هذا الوطن. لنتعلم من قائد دولتنا ولنربي أولادنا تربية قادة.